أهلا وسهلا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع، وكل عام وأنتم بألف خير. سنة دراسية ملؤها الخير والتفوق والنجاح أتمناها لكم. سأقوم اليوم بعرض مادة اللغة والأدب للسنة الثانية الصف السابع مبينة محتويات هذه المادة. لذلك ومن الأهداف المرجوة هنا سأعرف بنفسي وسأعرف بمادة اللغة العربية وسأعرف بالمناهج والمادة المعتمدة لهذه السنة. بداية أعزائي الطلاب دعوني أعرفكم بنفسي. اسمي بيان جابر معلمة لغة عربية، حيث سأقوم بتعليمكم مساقات عدة منها اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية والمدنية. لدي من الخبرات 14 عاماً، حيث سأكون سعيدة بتعليمكم لهذه السنة. يتردد على مسامعنا عزيزي الطالب دائماً: لماذا ندرس اللغة العربية؟ بين قوسين لغة الضاد. هل تعلم أن اللغة العربية هي لغة شيقة متفردة بمصطلحاتها وغنية بمفرداتها، ويتحدث بها 400 مليون شخص عزيزي الطالب؟ هذا العدد يوحي لك بأن هذه اللغة لغة في غاية الأهمية، كما أنها أصبحت لغة العمل الرسمية السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها الرئيسية، ونحتفل بها بيوم متفرد من كل عام، وهو في 18 من كانون الأول، كما أنها تعد اللغة الرسمية لأكثر من 25 دولة عربية. تعلم اللغة يعطيك التعمق في ثقافة وتقاليد البلدان التي تتحدث بها، لذلك إتقان العربية نافذة على ثقافات كثيراً ما يساء فهمها وتحريفها، وبالتالي كلما عرفت أكثر عنها كنت أكثر استعداداً لتثقيف الناس عن العرب. وأيضاً ستستطيع السفر للدول الناطقة بالعربية والتواصل معهم، و أيضاً للعبادة فهي لغة القرآن الكريم كما قلنا، فتستطيع التعبد وقراءة وتلاوة القرآن الكريم بشكل صحيح. تختلف هذه السنة قليلاً عن سابقتها. انتقلنا أعزائي الطلاب إلى تعلم برنامج آخر وهو الـ MYB، لذلك اختلفت مناهجكم وسأقوم بتعريفكم عنها بعد قليل. لذلك لابد أن يكون لك أو أن تتصف بسمات متعلم البكالوريا، فما سندرسه سيجعل بك هذه الصفات التي يجب أن نرددها دائما، وهي ستكون عزيزي الطالب متأملا، متواصلا، مفكرا، ومتسائلا، متوازنا، ذو مبادئ، ومنفتح، ومجازف، ومهتم أيضا. لذلك علينا أن نتعلم كيف نغرس هذه السمات فينا من خلال ما سندرسه من مادة اللغة العربية. الآن سأعرفكم بمحتوى المادة التي سنقوم بدراستها. سيكون هناك كتيب يسمى مادة اكتساب اللغة، وهو يشمل النصوص وأسئلتها والفنون الأدبية التي سنقوم بدراستها، وهناك كتيب للقواعد، وأيضا إضافة إلى الكتاب الوزاري، كتاب اللغة العربية المعتمد من الوزارة، وكراسة الخط، إضافة إلى الرواية التي سندرسها وهي رواية عائد إلى حيفا. بداية سنقسم
الكتيب إلى وحد كما ترى. الوحدة الأولى ستكون بعنوان حدود الشمس، وهي عبارة عن فن من الفنون الأدبية وهو المقالة، حيث ستتناول دراسة مجموعة من المقالات كالتدخين والمراهقة، سنقوم بتحليلها وسنتناول أيضا مهارات لغوية متعددة كأنواع المعرفة وحالات استثنائية في كتابة الهمزة ومن أنواع المعرفة الضمير وكسر همزة إن، وسيكون عليك أيضا الاطلاع على مقالات أخرى وتحليلها عزيزي الطالب والرجوع إلى مقاطع مرئية محددة أيضا. والوحدة الثانية كما ترى وهي عائد إلى حيفا، حيث سنقوم بتناولها في الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله. سنتعلم من خلالها ما المقصود بفن الرواية وما خصائص فن الرواية وأنواعها، ثم سنقوم بقراءة رواية عائد إلى حيفا وتحليلها. سنتناول أيضا فن المذكرات ومن خلال دراسة هذه الرواية. سنتناول أيضا مهارات لغوية متعددة كأنواع المعرفة والاسم الموصول واتصال إذ بالظروف، ومهارات لغوية أخرى مكتوبة أمامك أيضا. وسيكون هناك مقاطع مرئية متعددة، سنقوم بمشاهدة المسلسل الخاص في المشاهد الممثلة لهذه الرواية، سنقوم بدراسة جزء أو جانب من حياة الراوي غسان كنفاني. أما الوحدة الثالثة فهي فن أدبي ممتع أيضا، ستكون بعنوان الليل والنهار. الفن الذي سنتناوله هو فن المسرح، حيث سنقوم بدراسة مسرحية شريعة الغاب لأحمد شوقي، وسنقوم أيضا بدراسة مهارات لغوية متعددة كالضمائر المتصلة والفعل الصحيح والمعتل وإعراب الفعل الصحيح في حالاته الثلاث، همزة القطع والوصل. كما قلت أيضا سنتناول مقاطع مرئية عائدة إلى المسرحيات التي سنقوم بتحليلها، مثل عرض مرئي عن الكاتب ويليام شكسبير ومقطع المحكمة من مسرحية تاجر البندقية. الوحدة الرابعة ستكون بعنوان قيثارة الفؤاد، سنتناول فن الشعر، مادة نظرية، وسنأخذ أنواع الشعر، أشكاله وخصائصه وأغراضه، ومن خلال ذلك سندرس قصيدة للإمام الشافعي بعنوان من حكم الشافعي، وقصيدة أخرى بعنوان أحن إلى خبز أمي، وهي قصيدة في منتهى الروعة لمحمود درويش، وقصيدة إلى طغاة العالم لأبي القاسم الشابي. كما سنتناول مهارات لغوية موجودة أمامك أيضا ومقاطع مرئية تعود إلى الفن السابق. أما الوحدة الأخيرة، الوحدة الخامسة، وهي بعنوان خطوات على القيم، سنتناول من خلالها فن القصة، أنواع القصة، تقنياتها وطرائق تحليلها، وسنقوم بتحليل قصة العم صالح للدكتور طارق البكري، وقصة الشيوخ الثلاثة، وقصة القرد والغيلم من كتاب كليلة ودمنة المترجم. سنقوم بتناول مهارات لغوية متعددة ومقاطع مرئية. أتمنى أن ينال هذا المحتوى إعجابكم وأن يلاقي منكم تفاعلا كبيرا. حظا موفقا أتمناه لكم أعزائي الطلاب في هذه السنة، ودمتم بخير.